يوسف بليلي يصنع الحدث في تونس، حيث توج رجل لمباراة الترجي التونسي ضد نادي ديكيداها الصومالية ضمن ذهاب الدور التمهيدي الثاني في رابطة أبطال إفريقيا، وسجل يوسف بليلي هدفين مع منحه تمريرتين حاسمتين ليصبح رصيده التهديفي 3 أهداف منذ انضمامه إلى نادي الترجي و3 تمريرات حاسمة. وساهم ابن مدينة وهران في الفوز الرائع برباعية كاملة وسط فرحة أنصار الترجي، وبعث بليلي برسالة مشفرة للناخب الوطني مفادها جاهزيته للتحديات القادمة. فهل تتوقعون عودة بليلي للمنتخب الجزائري؟ زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.